السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج العذراء. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. برج العذراء دي شهر، توقعات شهر يناير الشهر القادم. اخر الفيديو هنشوف رساله ربنا ليك. لو بتعاني من سحر ولا من قرين ولا من تبيعه ولا من وسواس ولا من اي حاجة، اول تعليق على الفيديو هتلاقي لينك قناتنا التانية اللي عليها العلاج باذن الله. ادخل عليها وخد العلاج اللي انت محتاجه. ولو معرفتش توصل للقناة اكتب تم، هيوصلك لينك القناة اللي عليها العلاجات بفضل ربنا. هدي اعصابك يا برج العذراء علشان انت داخل على اخبار حلوة. وديني ببشرك من اول بداية الفيديو، عندك اخبار سارة، وهنشوف دلوقتي التوقعات والتبشرات والخير اللي جاي لك باذن الله بفضل ربنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله. طيب دايما اقول لك حرف السين وحرف الحاء وحرف الراء والواو والميم، دايما اقول لك او دايما اقول لكم ان الحروف دي موجودة في حياتكم. حرف السين والواو والحاء والراء والميم دول موجودين دايما في حياتكم. بيعملوا ايه؟ انتوا اللي تقرروا الحروف دي بتعمل ايه في حياتكم. عندك هنا كلام مع الحبيب. الحبيب راجع، هيرجع وهيحاول ان هو يتكلم معاك، هيحاول ان هو هيبقى فيه اشتياق ولهفة. فانا متاكده ان الحبيب هيرجع لك، او هيكون في كلام بينكم الايام اللي جايه باذن الله. انت هنا مشتاق له، مشتاق لحبيب، او مشتاق لعودته لقلبك، مشتاق علشان انت قدمت له كتير، انت حبيته واكرمته واديته واستحملته ووقفت جنبه وعملت مع الحبيب حاجات كتير، او مع شريك حياتك ومحدش تمر فيه اللي انت عملته. دايما الشريك كان فيه في يعني شريك حياتك، خلي بالك انه كان فيه طرف ثالث بيتدخل بينك وما بين الشريك، خلي بالك. ومازال في طرف ثالث بيتدخل بينك وما بين الشريك، فعايزك تخلي لي بالك وتبدل طاقتك وتحاول ان انت تخلي الشريك جنبك، تخلي الشريك من صالحك. عندك هنا حد من اهل بيتك. انت دايما بينك وما بين اهل البيت صراع، بينك وما بين اهل بيتك نار. هم مش راضيين على اللي انت بتعمله، ولا انت راضي عن اللي انت ولا انت راضي عن اللي هم بيعملوه في حياتك. اول حاجة انت هنا هيكون عندك بداية انفراجات حلوة، بداية خروج هم وغم من حياتك. الايام اللي فاتت كانت فيها مشاكل، كان في غدر وخيانات. خلي بالك انت هنا مستني مكالمة، منتظر مكالمة، منتظر لقاء، منتظر حاجة معينة، والحاجة اللي انت منتظرها هتتم. انت هنا عملت حد وعملت حدود بينك وما بين ناس، في هنا نتيجة، والنتيجة دي هتكون فيها دعم ليك مع اخبار سارة. في شخص بيحاول يأذيك، الشخص ده من المقربين لاصدقائك. دايما اصدقائك عندك سوء في اختيارهم، يعني في اصدقاء عندك سوء اختيارهم. عندك مرات عم او مرات خال، مرات عم وبنتها، او مرات حد عندك، مرات اخ او اخت، واحدة مقربة، ست. الست دي عايزة تأذيك بأي طريقة، طمعانة فيك، طمعانة في كل حاجة تخص حياتك. اجمل ما فيك ان انت ما بتعرفش تجامل، دايما شخصية واضحة، شخصية ما بتحبش النفاق ولا الكذب ولا الخداع، بتحب ان هي تتكلم بطريقة وثيقة، بتتكلم بطاقة عادية، ما بتحبش اللعب والوشوش المتبدلة. هنا انت مشغول، مشغول لاما تفكير لاما بمشروع، والمشروع ده هيجيب لك رزق حلو. قلبك بيحب وخايف، مريت بصدمة او خذلان من المقربين. انت خدت فترة ولا لقيت اخ ولا اخت ولا حد جنبك، طالع على الدنيا على ايدك، طالع على الدنيا لوحدك وما كانش في حد جنبك ابدا. في هنا حسد، حسد شديد، فياريت تبخر لنفسك اول باول، وتحذر لي من طاقة المراقبة اللي في حياتك.
عندك اشخاص بيراقبوك ومش حابين لك الخير، وفي هنا حد بيخدعك وبيلعب عليك. في قرار مهم، والقرار ده يعني هيخليك تمشي في طريق هتحس ان الطريق ده متعب، بس بالعكس الطريق ده هتكون بداية انفراجاتك وبداية كده امور منعكسة في حياتك ان شاء الله باذن الله. في كمان هنا حد بيحاول يستفزك ويخرج اسوأ ما فيك، ما يعرفوش ان انت حتى اللي جواك ان انت طيب مش خبيث ولا لئيم زي ما هما بيحكوا عنك. انت دايما بتشكر ربنا حتى لو على ابسط الامور، بتشكر ربنا على اي حاجة تخش حياتك. دايما كنت بتعاني، عانيت كتير من خذلان ومن صدمات ومن ضربات قوية، وعلشان كده الفترة دي من اكتر الفترات اللي انت بتتراجع فيها عن حاجات كتيرة جدا في حياتك. يعني الفترة دي انت عندك بعض التراجع في بعض الامور اللي شغلة بالك، في بعض الامور اللي مخنقاك، في بعض الامور اللي حس ان مفيش حظ بينك وما بينه. خلي بالك انت الفترة اللي جاية دي هيكون في لقاءات، واللقاءات دي هتكون فيها اجتماعات، وهتوصل لبر امان او لبر خير انت هتحصد فيه المدة اللي جاية. المدة اللي جاية او الفترة اللي جاية هتكون فترتك انت لوحدك، فتخلي بالك من نفسك علشان الطاقة الايجابية هتتوزع عليك مع بداية الايام اللي جاية. ما تخليش اي حد يأثر عليك حتى لو بكلمة، علشان حالتك النفسية مش عاجباك ولا انت راضي عنها. انت الايام دي بدأت تتغير، ما بقتش اللي هم عارفينه زمان. يعني في الاول كانوا يعني انت في الاول كنت حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص. الوضع تبدل 180 درجة، الاركان اختلفت، وانت خرجت ناس من حياتك وطلعتهم من غير اي كلام، علشان عرفت قد ايه هم اشخاص بيحاولوا يأذوك وعاملين حبايب لحياتك. بص انت هنا بتفكر بإيجابية وناوي تاخد خطوة جديدة في حياتك، ناوي تاخد امور مختلفة في حياتك، وعلشان كده بتزيد انشغالاتك واحدة ورا التانية. فما تقلقش، انقباض الروح والألم اللي بيجيلك في ظهرك وضربات القلب السريعة دي كلها سبب التفكير والسحر. انت خدت فترة من الفترات كنت بتعاني من صداع مستمر ولخبطة، لخبطة في نوم، لخبطة في مواعيد، لخبطة في حاجات كتيرة جدا. وزي ما قلت لك خلي لي بالك من نفسك ومن طاقاتك، علشان خاطر انت الايام اللي جاية هيكون عندك فترة فيها دعم وفيها تحقيق كذا حاجة، فملاش تكون منفعل، وتجنب دايما التوتر والحيرة، تجنب اي مشكلة في حياتك. عندك شخص، الشخص ده مخلص ليك جدا، يعني عندك شخص مخلص ليك ومخلص لصداقتك معاه، مخلص لعلاقاتك بينك وما بينه، دايما بيقولك الكلمة الكويسة. خلي بالك من الشخص ده، انت عارفه هو بيحبك ودايما كده بيقدم لك الخير، بس في ناس غيرانة وعلاش من الغيرة بتاعتها تلاقيهم دايما كده عاملين لك مشاكل، فما تسمعش كلام اي حد. من جميع النواحي انت حاسس ان انت البيبان متقفلة في وشك، لا بالعكس، ده البيبان مش متقفلة في وشك، ده هي لسه البيبان هترجع تتفتح في قدامك باذن الله. في عين، والعين دي من المقربين، العين دي صايباك بالحسد الشديد اللي مخلي عندك ما عندكش صبر، مخلي عندك لخبطة، وعايش ادوار في حياتك كده بتسأل نفسك الادوار دي، بتسأل نفسك انا مالي، انا فيا ايه، انا ما كنتش كده. وعشان كده الفترة اللي جاية دي هيكون عندك خير، ومش خير وبس، ده هيبقى فيه مكالمات مع الحبيب، لقاء مع الحبيب، الله اعلم هيبقى فيه اشتياق، تغيرات، امور حلوة هتكون بينك وما بين الحبيب الفترة اللي جاية، علشان الحبيب ندمان وهيرجع لك ندمان علشان سابك وظلمك وجيه عليك في يوم من الايام. احب اطمنك وبشرك دايما بشر سارة ان انت راح الفترة اللي جاية هتاخد حقك، وهتاخد قرار هتفكر فيه بشكل مختلف، والقرار ده هيخليك ترمي نفسك في مكان غير المكان اللي انت عايش فيه. انت عشت خدت فترة من الفترات
كنت بتفكر بحاجات كده مش بتاعتك، يعني انت كنت بتفكر في اشياء مش بتاعتك، بتقول ازاي انا كده، انا ما كنتش كده. بالفعل انت ما كنتش كده، بس من كتر المراقبة وان انت محطوط تحت الاضواء المتسلطة عليك حاسس باللخبطة، وده امر طبيعي عشان دايما كان في مؤامرات عليك، بس ربك هو اللي قادر ان هو ينصرك. انت حاليا بتفكر في سفر، حاليا عايز تسافر، حاليا عايز تطلع من المكان اللي انت فيه بأي طريقة، وعلشان كده بتقدم على بدايات جديدة، بتقدم على أشياء جديدة الله أعلم، بس انت دي الفترات اللي انت بتاخد فيها قرارات مهمة، وحساك ان انت متردد. ليه كمية التردد اللي عندك دي؟ بص هنا عندك تردد، متردد وبتفكر كتير ومش قادر تاخد قرار في مواضيع، محتاج ترتاح علشان تعرف تاخد حقك بنفسك ومحدش يتدخل لك في حياتك. لو انت فضلت بالقلق والحيرة اللي انت فيها دي مش هتاخد حقك ابدا. لا بص، الطاقة الحلوة دي، الطاقة الحلوة دي هيكون من وراها هدية. الطاقة الحلوة دي هتكون زرع للي انت حصدته الفترة اللي فاتت. انت عايز بتسأل يا هل ترى الناس دي عايزة مني ايه، يا هل ترى ايه اللي هيحصل. كل اللي هيحصل الايام اللي جاية هيكون خير. الطاقة، الدعم، الفرحة، الانطلاقات اللي هتحصل لك واحدة ورا التانية، ده هتكون الاضواء متسلطة عليك، يعني هيكون في دعم. بس ابعد عن الهم اللي انت شايله، لازم الهم اللي انت شايله ده ترميه ورا ظهرك، علشان لو فضلت انت طول الوقت شايل الهم والمسؤولية دي لوحدك انت اللي هتتعب، وانت مش ناقص تعب، مش ناقص طاقة سلبية. بص هنا، بسم الله ما شاء الله، عندك واحدة قمحوية وعندك ست بيضة، عندك اتنين. القمحوية دي عايزة دايما بتعمل لك مشاكل بينك وما بين الشريك، يعني لا اما بتلاقيها كده مش راضية عن اي حاجة تخص الشريك او تخصك انت، الله اعلم. القمحوية. البيضة بقى دي عايزة تديك بنتها، عايزة يعني او غيرانة منك، الله اعلم. فياريت تخلوا بالكم من الاتنين دول، وما تأمنوش لأي حد. انتوا لو كتمتوا سركم وما اديتوهوش لأي حد، حياتكم كلها هتتحسن بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. طيب حرفيا او حاليا انت عندك طاقة حزن، وطاقة الحزن دي جايلك من التراكمات اللي ورا بعضها، من الضغط النفسي اللي جايلك من ورا بعضه. طيب هتفضل لحد امتى كده؟ انت ما كنتش كده، انت كنت شخص متألق، شخص واثق في كل خطواتك، شخص عارف انت عليك ايه وعايز ايه، شخص مس يعني حاسس ان الامور السيئة دي مش بتاعتك. عندك هنا كمان فرحة، الفرحة دي بعد خطوتين بس هتخطيهم بنفسك، هتجيلك فرحة طال انتظارها. واحب ابشرك بشرة سارة ان انت هتصنع اشياء جديدة في حياتك. السفر اللي انت ناوي عليه في انتظارك، لو انت ناوي على سفر فدي اجمل الفترات اللي انت ممكن فيها تسافر، وانت مطمن على حياتك، مطمن على الامور اللي عندك، مطمن على انشغالاتك، على اخبارك، يعني دي الفترة الحلوة لحياتك اللي انت ممكن تسافر او ممكن تشوف شغل جديد، حياة جديدة، الله اعلم. تشوف انت عايز ايه او انت منتظر ايه، فالاشياء اللي انت منتظرها ممكن تحققها في اي وقت. في هنا كمان بعض التفكير الرهيب، يعني انت عندك تفكير رهيب في مواضيع كتير، كذا موضوع بتفكر فيه وكذا حاجة عايز تحققها، بس في حاجات موقفاك وبتخليك تتراجع. يعني انت بتقول خلاص انا خلاص خدت القرار، بس بترجع. ليه بترجع؟ مش عارف. بتسأل نفسك طب انا خلاص بكون نويت ان انا اغير من نفسي، نويت ان انا اشوف حياتي بشكل مختلف، بس عندك رجوع. ليه الرجوع ده؟ برضو انت مش عارف الرجوع ده ايه سببه، او انا برجع في الامور بسرعة كده ليه. الرجوع ده سببه عين قوية، دايما الرجوع بيكون اسبابه العيون القوية اللي صايبة الشخص بالحسد والنقد اللي غير
طبيعي سايب الشخص ان هو ما يكونش عنده اكتمال في اي مواضيع، وعشان كده انت بتقول يا رب يسر لي اموري، وبالفعل ربنا هييسر لك امورك علشان هيحسن من الوضع اللي انت فيه. خلي بالك المشكلة اللي انت فيها هتتحل، شايف موضوع او معظم المشاكل اللي انت بتواجهها دي كلها هتتحل، وهتتفتح قدامك باب حلو. الباب ده انت مش هتندم ابدا ان انت فتحته. ليه؟ علشان الباب ده هيشيل عنك الهم والغم اللي في حياتك اللي واخد جزء كبير، وهتقعد في يوم وهتدعي ربنا، هتدعي ربنا انه يغير من الاشخاص اللي في حياتك، هتدعي ربنا انه يقضي حاجتك، هتدعي ربنا انه يبعت لك اشارات حلوة، وبالفعل هتلاقي حقك من اللي ظلمك واللي خانك، وهتلاقي اثبات وجودك بنفسك. بس بيقولوا عليك كلام مش فيك، بيقولوا عليك كلام مش تبعك خالص، فما تقلقش، شوف انت عايز ايه وبتحب ايه واشتغل على اللي انت بتحبه. بص هنا بسم الله ما شاء الله، ذكائك دايما بيفتح لك البيبان اللي متقفلة، بس خوفك على اولاد، خوفك على اهل، خوفك على الشريك، ده اللي عامل لك المشاكل السلبية. انت مشكلتك ان انت خايف، خايف تعيش في المستقبل زي اللي انت عشته، خايف تعيش الفترة من الارهاق والتعب اللي انت فيه. لا ما تخافش، انت لو عرفت قد ايه ربنا كاتب لك امور حلوة عمرك ما هتندم ابدا. ربنا كاتب لك تغيرات، كاتب لك تغيرات، التغيرات دي انت مستنيها، فانت هنا عندك كمية انتظار، عندك موعد، والموعد ده هيكون خير. في كمان افعى، والافعى التعبانية دي اللي مخلياك عايش في فترة صعبة، مخلياك بتمر بأسى، وعشان كده انت دايما بتقول الصبر هو مفتاح الفرج لأي حاجة، وطول ما انت صابر هتلاقي التغيرات وهتلاقي الفرحة. ما تفقدش ابدا ثقتك مهما تعرضت الازمات، علشان انا شايفة لك ان انت تعرضت الاستغلال اكتر من مرة، وتعرضت لكذا صدمة اكتر من مرة، فاقدر اقول ان قريب جدا انت هتفرح، قريب جدا هتحقق الاحلام اللي طال انتظارها، قريب جدا هتفعل حاجات يعني مختلفة في حياتك، بسبب ان انت هتتجنب كل المشاكل، وهتتجنب اشخاص معينين في حياتك، وهتتجنب صدمة كبيرة موجودة، والصدمة دي من ناس كتيرة جدا بتحاول تلعب الادوار اللي تأذيك وتغزلك. فما تقلقش ابدا، انت واثق في قدراتك وواثق في نفسك. من فترة عرفت حاجة، والحاجة دي يعني مش هقول ان هي زعلتك ولا صدمتك، بس عرفت قد ايه ان انت كنت بتتعامل مع اشخاص، الاشخاص دول يعني هتقول قلت استغفر الله العظيم، بجد ربنا بينجيني. خلي بالك انت عندك يجي حوالي 5 أو 6 اخبار، الست الاخبار اللي هيجولك دول هيفرحوك قوي، هو خبر واحد ومن خلال الخبر واحد انت اللي هتفعل الباقيين، فما تقلقش. الخبر هيكون زيادة في الدخل، انت هيكون عندك فلوس جيالك، واقدر اطمنك ان امورك مع الشريك هتكون في صالحك انت. بس خلي بالك من قعدة اصدقاء او من كلام قال وكيل، انت ما بتحبش الكلام الكتير وما بتحبش تتكلم برضو عن نفسك، بس هم مش سايبينك في حالك، يعني انت تخلي بالك هم مش سايبينك في حالك، لو انت بتتجنبهم فهم مش متجنبينك، لو انت ما بتتكلمش معاهم فهم برضو مش سايبينك في حالك. فانت ما تأمنش لحد، وتخلي بالك من نفسك الفترة اللي جاية، علشان خاطر لو هم قاصدين يأذوك انت تكون احسن منهم، وانت اللي تجننهم، وانت اللي تاخد القرارات الصح اللي في حياتك. عندك هنا ملايكة، والملايكة هم اللي حصرينك، ملايكة مقربين ليك، الملايكة دول هيخلوك الفترة اللي جاية تغير من أمورك وتغير من تصرفاتك مع أفعالك الحلوة بإذن الله. بس دايما أقولك إن أنت شخص بتعرف تتكلم، شخص واثق من كل الخطوات، وشخص أنيق جدا في كل تصرفاتك أو في كل تيسير الأمور اللي عندك. ربنا هيأثر لك كذا أمر،
بس في دموع نازلة من عينك بقالها مدة، أو ما زالت في دموع عمالة تنزل من عينك، يا هل ترى من شيل المسؤولية؟ يا هل ترى من إن أنت عمال تعاني من ناس كتيرة جدا؟ يا هل ترى من توتر، من حيرة؟ أنت في بعض العراقيل اللي واقفة بينك وما بين ناس كتيرة جدا. ما تقلقش، في خير، الخير القادم هيكون رسالة ليك قوية ان انت تنسحب، وهتنسحب بالفعل. ليه هتنسحب؟ علشان هتكتشف ان هم كذابين ومنافقين ومخدعين ليك لحياتك. الايام اللي جاية بلاش طاقة الزعل والحزن، انت زعلان وحزين بسبب اختيار اخترته، او بسبب ان انت نفسيتك مش مرتاحة اليومين دول، بسبب ان انت اتخزلت كتير، وحتى القرار اللي قلت هو ده هيكون الصح، او الاشخاص اللي انت قلت عليهم مستحيل يغزلوني، مستحيل يأذوني، هما اللي اتصدمت منهم واتخذلت. ودي طبعا حاجة مزعلاك جدا على نفسك، ومزعلاك قوي انه فات الاوان ومش عارف تتراجع عن قرار ولا تتراجع عن ظلم الاخرين ليك. ما تقلقش، ربك كبير وهياخد لك كل اللي هيطلعك من كل اللي انت فيه، بس استعيد بالطاقة الايجابية وارمي ورا ظهرك الطاقة السلبية، وما تسمعش كلام اي حد مهما يكون، علشان لو انت فضلت تسمع كلامهم مش هتلاقي غير الاذى والظلم والخيانات والغدر اللي بيعوم على وشك. وعلشان كده وشك بدأت تظهر عليه اعراض غريبة من الكلام اللي موجود في حياتك. هدي نفسك، هدي اعصابك، خير، راحة، طاقات إيجابية هتدخل لحياتك، بس خلي بالك من الحروف اللي أنا قلتلك عليها، علشان الحروف اللي أنا قلتلك عليها دي مش حابة إن أنت تكون بخير، ولا حابة إن أنت تكون عندك أخبار حلوة أو طاقات إيجابية. ففي حاجات هتجيلك ورا بعض هتفرحك وهتدعمك بإذن الله، وكمان هتطلعك من كذا طاقة انت الفترة دي بتمر بيها، وهتشوف بنفسك قد ايه انت تستاهل الخير، قد ايه انت هيكون عندك دعم على جميع الأصعد بفضل ربنا. نشوف بقى الرسالة بتاعتك وايه الأخبار عندك وايه توقعاتك. بسم الله ما شاء الله. طيب بص رسالتك بتقول لك ايه. تعبت من غدر الزمان ومرار الأيام وسوء الحظ والألم اللي في جسمك خد مكان. أقدر أبشرك وأقولك إن حان وقت الحظ يلعب دور كبير في حياتك، وتشوف السعادة بنفسك بإذن الله بفضل ربنا سبحانه الله وتعالى. هتتبدل كل الأشياء لصالحك ولتغيراتك والحاجة اللي طال انتظارها. هدي أعصابك عشان عندك خير، اطلع من الطاقات السلبية وركز على الدعم اللي انت فيه، وشوف بنفسك الأخبار السارة اللي هتحصدها في حياتك الفترة اللي جاية. تحياتي ليك، وانتظر توقعاتك الأيام اللي جاية.